جوا نقله. يلا يلا سامي اعطينا اي شيء يعني. طيب تكلم به باللغه العربيه. ماذا كنتم تفعلون هنا في الصباح؟ والله اننا نفعل هنا في هذا الصباح، نجلس هنا نحن وكبار السن ونجتمع ونستانس في هذا البيت الجميل، يتبايعون في الصباح ويتسايرون بينهم، إنها لوالله لا لحظات جميلة. وماذا تفعلون في المساء؟ في المساء نذهب إلى تفقد الجماعة ونصل أرحامنا. متى يحل وقت النوم؟ ماذا؟ متى يحل وقت النوم؟ يحل وقت النوم حينما نصلي صلاة العشاء، نتعشى ومن بعده نذهب إلى النوم. ماذا نفعل؟ ليس لدينا أي شيء. بس تقريبا هذه أبو جميل. مواهب جميل. بس يعني أنت ما أنت في محل النقد، وإحنا إذا ما كنا موجهين ما إحنا ناقدين. يا سلام. صحيح. أنت استخدمت كذا مفردة عامية بس.